في وسط زخم مدينة لا تنام وتنمو على إيقاع كنبض القلب، يقع كتاب مفتوح على ضفاف خورها، يحمل بين طياته عوالم لا متناهية. مكتبة محمد بن راشد، من كتب وصفحات وكلمات وكنوز نادرة رسخت أهم محطات تاريخ البشر ومقتنيات يمكننا الآن أن نراها وجها لوجه. مرحبا بكم في الطابق السابع. هنا مجموعة تجسد أروع الأعمال الفكرية العالمية على مر القرون، من المخطوطات الدينية النادرة إلى الرسائل الطبية الشافية، ومن الأطالس المزخرفة إلى قصائد ما زالت أبياتها تتردد على الشفاه عبر مر القرون. يمثل كل عمل تجربة إنسانية غنية تدعونا لتوسيع مداركنا، مكونة فسيفساء دقيقة لتاريخ عظيم بناه الإنسان. الأسفار بعجائبها ومغامراتها لم يخضها أيا كان في القدم، أتحدث عن قرون مضت. هل بإمكانكم التفكير برحالة يطلب باسمه المثل حتى يومنا هذا؟ أحدهم أبو عبد الله بن محمد بن عبد الله الطنجي، أو كما نعرفه نحن بابن بطوطة. ولد ابن بطوطة في سنة 703 للهجرة، والتي توافق 1304 ميلادي، بمدينة طنجة شمالي المغرب، لأسرة من قبيلة لواتا الأمازيغية. واشتهرت أسرته بدراستها القانون وامتهنت القضاء زمن الدولة المرينية. يعتبر ابن بطوطة واحداً من أشهر الرحالة العالميين الذين أسرت رحلاتهم القراء في جميع أنحاء العالم. فبعد أن أكمل رحلة حجه إلى مكة في سن 21، في رحلة كان مخططاً لها أن تستغرق 16 شهراً، سافر ابن بطوطة في طرق التجارة الواسعة التي ربطت أوراسيا الغربية بالشرق الأقصى، قاطعاً مسافة إجمالية قدرها 120 ألف كيلومتر في غضون ما يقارب 30 عام. وفي الطابق السابع بمكتبة محمد بن راشد تقع الطبعة الأولى لكتاب رحلات ابن بطوطة للفرنسي تشارلز فرانسوا دي فريمغي بين عامي 1853 و1858، والذي يدون رحلات ومغامرات ابن بطوطة التي امتدت من المغرب الأقصى إلى الصين وماليزيا والفلبين. لكن متى بدأ العالم أن يؤثر بمغامرات ابن بطوطة؟ وكيف بدأ تدوينها؟ كتاب أمر بتدوينه أحد سلاطين فاس بعد رحلات ابن بطوطة التي استمرت في 30 عاما، وقد اختار فقيها أندلسيا لتدوينه. وأثناء رحلاته واجهته مصاعب وتحديات كثيرة، كاد بعضها أن يودي بحياته، منها اختطاف القراصنة له ومرضه مرضا شديدا. وهنا تأتي قصة سفينة ابن بطوطة الصينية. فخلال بحثنا لحلقة اليوم شد انتباهنا شكل السفينة، فما هي قصتها؟ خلال عامي 1345 و1346، بعد سلسلة من الإخفاقات في جزر المالديف والهند، بعد أن فقد كل ما يملكه للقراصنة وحطام السفن، قرر ابن بطوطة الذهاب إلى الصين بمفرده، فصعد على متن سفينة صينية مبحرة إلى جزيرة سومطرة، حيث مكث لمدة أسبوعين كضيف للسلطان. ثم زوده السلطان بإمدادات وأرسل ابن بطوطة على أحدى السفن الصينية إلى الصين. أبحر لمدة 40 يوماً
ووصل إلى ميناء تشيوانشو البحري المزدحم، وكانت الصين بمثابة صدمة ثقافية له. وبعد 3 سنوات ها هو ابن بطوطة يسير في شوارع مسقط رأسه طنجة ويخبر عن مغامراته في جميع أنحاء دار الإسلام. في القدم سافر معظم البشر بخيالهم مما سمعوه وقرأوه من كتب لمستكشفين كابن بطوطة وابن ماجد والبكري. ومرت القرون وإذا بهم يرون الأسفار والأقطار بأعينهم، وهنا نقف عند أعمال كوصف مصر. يحتضن معرض ذخائر المكتبة الطبعة الأصلية الأولى من مجلدات وصف مصر، وهو سجل موسوعي للآثار المصرية والتاريخ المصري في القرن 18، والذي طبع في الأعوام 1809 و1828، وتمت كتابته وتجميعه إبان الحملة الفرنسية على مصر للقائد الفرنسي نابليون بونابرت. وتحتوي المجلدات على العديد من الرسومات التي تصور مصر قديماً وحديثاً آنذاك. ولاحقاً كلف فريقاً ضخماً يضم أكثر من 2000 فنان ونقاش لاستكمال العمل لإثراء المحتوى وتنويعه أكثر فأكثر. وتعتبر الموسوعة واحدة من أعظم إنجازات النشر الفرنسي وسجل تاريخي قيم لمصر في القرن 18. وبين هذه الذخائر والنوادر بغنى ألوانها ومختلف أحجامها كتاب صغير يمكن عدم ملاحظته بسهولة. يبلغ هذا الكتاب من العمر أكثر من 400 عام، رحلة إلى الهند الشرقية لكاسبارو بالبي، يحمل بين صفحاته أسطرا تاريخية. كان بالبي يلقب بالتاجر الجواهري البندقي، وكان يتنقل بين الهند والشرق الأوسط لتجارة المجوهرات، وينسب إليه الفضل في كونه أول من سجل أسماء الأماكن التي لا زال الناس يتداولونها في دولة الإمارات حتى يومنا هذا. تتضمن الصفحة المعروضة أسماء مدن دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين، كما أنه دون ملاحظاته حول عادات وتقاليد تجارة اللؤلؤ الواسعة النطاق في أماكن مثل صير بني ياس، حيث ظلت تمارس حتى 70s القرن الماضي. وتعد هذه القطعة من أهم مقتنيات المكتبة، وهي من مقتنيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. هنا تنتهي رحلتنا اليوم بين أروقة الذخائر. يا ترى ما الذي تخبئه لنا من أسرار أخرى؟ نكتشفها معا في الحلقات المقبلة.